بكم من جديد. إيمانا بأهمية دعم البحث العلمي، نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا المؤتمر الدولي الرابع لدعم البحث العلمي، وكان شعاره تميز ابتكار تنمية مستدامة. أهمية هذا المؤتمر لكل الباحثين في مصر ليس فقط للاطلاع على واقع البحث العلمي، ولكن أيضا لمعرفة الخطوط العريضة عن بعض السياسات المهمة والآليات المطلوب تفعيلها في المرحلة القادمة لتحسين والارتقاء بمستوى البحث العلمي. عن هذا المؤتمر وفعالياته معنا في الاستوديو الأستاذ دكتور يوسف الحسيني إمام، أستاذ تربويات الرياضيات بجامعة طنطا ومقرر المؤتمر، وأيضا معنا الأستاذ دكتور محمد لبيب سالم أستاذ المناعة بجامعة طنطا ومقرر المؤتمر. أيضا صباح الخير لحضرتك. صباح النور. نبدأ بأهمية هذا المؤتمر، وممكن هو بيختلف إيه عن المؤتمرات السابقة؟ يعني دايما بنسمع عن دعم البحث العلمي، الاهتمام بالبحث العلمي، لازم تغيير نظرة البحث العلمي في مصر. يعني أهمية هذا المؤتمر هذا العام، وخاصة أن هو دولي وكان بمشاركة بعض الدول زي تونس واليابان وكوريا وسويسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المؤتمر الرابع لدعم البحث العلمي لجامعة طنطا واحد من سلسلة الأنشطة اللي الجامعة بتهتم بيها علشان تدعيم وتطوير البحث العلمي في الجامعة. وميزة المؤتمر ده طبعا الحقيقة له عدة مميزات ربما لا تتوافر في كثير من المؤتمرات العلمية. احنا في برنامج المؤتمر كان عندنا لقاءات 14 أستاذ متميز من الأساتذة اللي تحدثهم سواء مصريين أو عالميين، اللي تحدثوا في موضوعات مختلفة منها ما يخص البحث العلمي وتطوير البحث العلمي ومشكلات التعليم الجامعي، زي الأستاذ الدكتور محمد غنيم والأستاذ الدكتور أحمد زايد والأستاذ الدكتور جلال جميعي والأستاذ الدكتور أحمد خالد توفيق، ومنها دول 14 أستاذ متميز ألقوا محاضرات عامة، ومنها الندوات اللي تمت زي ندوة خاصة بالإعلام والبحث العلمي وندوة خاصة بالكيمياء الخضراء، وأيضا ومنها جلسات البحوث التخصصية اللي هي الجلسات البحوث العلمية. عندنا 24 جلسة بحث علمي في تخصصات مختلفة في فروع المختلفة، فروع علمية مختلفة، ومنها أيضا معرض الابتكار اللي تم يعني وجوده على هامش المؤتمر، وده كان مهم جدا او جزء من المؤتمر، ومنها عرض للمشروعات البحثيه اللي مموله من جامعه طنطا ومموله ايضا من يعني من هيئات اخرى زي الاس تي دي اف، وهذه المشروعات لها مخرجاتها المهمه جدا اللي تم عرضها كجزء اساسي من المؤتمر. كويس. ومنها ايضا وده حاجه يعني مهمه جدا، هذا التواصل اللي موجود بين الباحثين صغار وكبار، بين صغار الباحثين وبين كبار الباحثين من الأساتذة المتميزين اللي وجدوا سواء في الجلسات العلمية أو سواء في الحوارات اللي تمت خلال الندوات وورش العمل اللي تمت على يعني في المؤتمر. كل ده بيجعل من مؤتمر الجامعة للبحث العلمي هو يختلف عن المؤتمرات التخصصية، لأنه مؤتمر شامل يعني بيشمل كل التخصصات اللي موجودة اللي احنا يمكن ان احنا نفكر فيها اللي هي موجودة اللي بتقع مجال في مجال البحث العلمي في الجامعة. مهمته الأساسية في هذا المؤتمر أن هو يرتقي بأداء الباحثين. مهمته الأساسية في هذا المؤتمر أن احنا نتبادل الخبرات اللي موجودة بين الباحثين كويس بعضهم وبعض. المهمة الأساسية التواصل بين الأجيال من الباحثين، وجود أساتذة كبار عظماء من أساتذة جامعة طنطا اللي في كل المجالات مع مدرسين مساعدين ومع معيدين، مش بس كده وإنما مع باحثين من هيئات ومؤسسات مختلفة في الدولة، وكل واحد بيعرض شغله وكل واحد بيعرض البحوث بتاعته اللي هو عملها في المجالات المختلفة، ويتم تبادل الخبرات. ده جانب مهم جدا من أهداف المؤتمر اللي احنا كنا بنسعى بنسعى ليه، وده حاجة أساسية. كل السيشنز الجلسات بتاع المؤتمر احنا حالا بصدد ان احنا بنعمل تحليل لهذه الجلسات علشان نطلع ايه أهم الأوتكمز. احنا مش عايزين مجرد مجموعة توصيات، وإنما إحنا بنتكلم عن مخرجات البرنامج ككل. المؤتمر ده كبرنامج كبير إحنا
بنهتم بالمخرجات بتاعته، وده ان شاء الله المرحله اللي احنا فيها حاليا اللي احنا بنجريها ما بعد الايه، ما بعد المؤتمر. كل الفعاليات دي بتجعل من مؤتمر الجامعه لدعم البحث العلمي، يعني احنا بنعتبره ان هو مفهوم جديد للمؤتمرات، كويس ان احنا بنقدمه بحيث ان هو بيجمع مجموعه من الاهداف كثيره، ليس مجرد لقاء علشان يتحدث فيه الناس حوالين بحوثهم، ولكن زي ما حضرتك بتشوفي هو شامل وجامع لحاجات كثيره من الاهداف. طب دكتور محمد، حضرتك مشرف على الابتكارات في المؤتمر، ايه هو الجديد اللي قدمه شباب الباحثين في هذا المؤتمر؟ هو قبل ما اجاوب لو تسمحي لحضرتك انا بس اضيف جزئيه صغيره على اللي قاله الاستاذ دكتور يوسف. المؤتمر ده في وقت مهم جدا، لان احنا كنا انهينا الخطه القوميه للبحث العلمي في جمهوريه مصر العربيه، وكان جامعه طنطا لها دور كبير جدا جدا باشراف الاستاذ دكتور ابراهيم سالم في وضع الخطه القوميه الخاصه بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وده كان فرصه كبيره جدا ان احنا نبين للباحثين، وكان موجود طبعا القى محاضره رائعه الاستاذ دكتور عصام خميس نائب وزير التعليم والبحث العلمي عشان سياسات البحث العلمي، وكذلك الدكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي. فكانت الجلسه الافتتاحيه وده اللي هم صانعي القرار، بالاضافه الى الاستاذ دكتور محمد غنيم من خارج صانعي القرار، عشان يبقى في توليفه ورؤى مختلفه في الجلسه الافتتاحيه لرسم خارطه الطريق، وفي نفس الوقت عشان الباحثين اللي هم من الجامعات المختلفه في مصر يعرفوا ايه خارطه الطريق لخريطه القوميه للبحث العلمي. فده كان مهم جدا ومميز قوي قوي للمؤتمر. بالنسبة حضرتك للابتكارات، ده كان أول، أنا أزعم أنه أول مؤتمر في مصر يشمل زي ما بنقول ثلاثة في واحد، يعني أول حاجة الأبحاث اللي هي مخرجات المشروعات البحثية، وده كان عملنا لها سيشن يوم بالكامل لوحده قبل المؤتمر بأسبوع، ده أول يعني حدث مهم جدا. تاني شيء اللي هو طبعا الأبحاث اللي هي من خارج المشروعات اللي هي مفتوحة لأي حد من مصر، اما الاولى كان للمشروعات البحثيه اللي هي لجامعه طنطا. الجزء الثالث اللي حضرتك سالت عنه اللي هو الابتكارات، ده ازعم ان هو اول مره يتم عرض معرض كبير جدا ضم اكثر من 65 اتصور اكثر من 65 ابتكار، والجديد فيه ما كانش الاعضاء تدريسه بس، مش الباحثين الكبار وبس، لا كان كمان للطلاب الدراسات العليا، طلاب اللي هم بكريوس، وكمان طلاب الثانويه العامه او الثانويه يا مرحله الثانويه والاعداديه، وكانوا ممثلين بقوه، ومش مجرد ان هم يعرضوا بس، لا احنا اخترنا منهم بعض المبتكرين وعملنا لهم يعني جلسه علميه لمده ساعتين في وجود خبراء من خارج جامعه طنطا. اكيد فرصه حلوه ليهم ان هم يعرضوا مخترعاتهم. صحيح. ويقولوا قصص نجاحهم بالظبط كده مع هذه المخترعات. صحيح. وممكن تكون فرصة كمان كبيرة للتسويق فعلا. فعلا. الأبحاث العلمية مع المؤسسات المناحة لنقل التكنولوجيا في المرحلة الحالية. صحيح. ويعني حضرتك كان معالي المحافظ الغربية موجود، معالي رئيس الجامعة موجود، معالي نائب رئيس الجامعة، معالي رئيس الأكاديمية موجود، ف قالوا لا لازم نتبنى، احنا طبعا متبنينهم يعني، بس هم يقصدوا التسويق اللي حضرتك اشرت اليه. فانا اتصور ده ان يبقى باحث كبير وجنبه باحث في دراسات عليا وباحث من بكريوس لسه وباحث ثانويه عامه او اعداديه، ده كان يعني اعمار مختلفه وفكر مختلف، فوجدنا ان ان في سمه شامله ما بينهم، او اللي هو الابتكار بغض النظر عن السنه، بالعكس الاجيال الصغيره كانت متميزه جدا. وفي جلسه قاموا وقالوا اتكلموا عن الابتكار في ثلاث دقائق، يعني اديناهم فرصه من ثلاث الى خمس دقائق. طب ثلاث دقائق او خمس دقائق كانوا كافيين؟ طبعا، ده الابداع، ده الابداع ان هم وفعلا كانوا، لانه ما بيتكلمش من غير اي حاجه، لانه هو عرض في المعرض، احنا عايزين يقوم يقول قدام الناس ايه الابتكار بتاعه وايه الجديد وعايز يسوقه ازاي. فده كان ناجح جدا جدا، ويعني ألهم الباحثين الصغار خاصة ان هم حفزهم كمان وشجعهم. طبعا، فكان ده سمة مميزة حقيقي، ونتمنى، وكان من ضمن يعني توصيات المؤتمر ان المؤتمر ان المعرض الاول للابتكارات بجامعة طنطا يصبح سنوي بطلب من الجميع اللي هم حتى من خارج جامعة طنطا.
نعم. طب نرجع لدكتور يوسف، يعني لو اتكلمنا عن سياسات البحث العلمي بين الواقع والمستقبل القريب، يعني كمان احنا بنسمع عن مشاكل البحث العلمي وكل الابحاث العلميه اخرتها الدرج، ازاي انها ممكن تخرج للنور ومصر انها قادره يعني من خلال ابنائها بمصر الحديثه، ازاي ممكن البحوث دي تشوف النور؟ وزي ما اتكلمنا عن عمليه التسويق، تسويق الابحاث العلميه في مصر، وتلاقي يعني متبني ليها يصرف عليها ويمولها حتى تخرج للنور ويستفيد منها المجتمع. الحال الأستاذ دكتور محمد أشار لي في بداية حديثه عن خطة البحث العلمي. احنا طبعا علشان ننقل هذا الكلام ونستفيد من البحث العلمي في التنمية المجتمعية والتنمية البشرية ونستفيد به من في مواجهة التحديات المجتمعية، لابد يكون البحث العلمي ماشي على نسق، ماشي في خطة. هذه الخطة بتأخذ في الاعتبار كل مختلف التحديات المجتمعية وغيره، وازاي ان احنا نتعامل معها من البحث العلمي. ودي الحقيقة لابد ان احنا نطمن الناس ان احنا ماشيين في الطريق الصح حاليا. احنا مثلا في جامعة طنطا انجزنا الخطة البحثية لجامعة طنطا، وتأخذ كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه في الاعتبار، اللي هو كيف يكون البحث العلمي لخدمة التنمية البشرية، كيف يكون البحث العلمي لخدمة التحديات للتصدي للتحديات المجتمعية، كيف عشان كده منظومة البحث العلمي تمشي في مسار. البحث العلمي مش مجرد يعني مجموعة أنشطة متفرقة. الحق اللي كان في جامعة طنطا كمان ان احنا من صندوق البحوث جامعة طنطا بتمول مشروعات بحثية بينية وبتستهدف حل مشكلات مجتمعية. تقريبا كل سنتين بيبقى في 2 أو 3 مليون جنيه بيتم تمويل عدد من المشروعات البحثية في الخطط. الحق من اول ما جه الاستاذ الدكتور ابراهيم سالم كنائب رئيس جامعة للدراسات العليا والبحوث، وهو بدأنا مثل هذه الخطط، بدأنا ب 2013 اول خطة ب 4 مليون جنيه، في 2015 كان في خطة تانية ب 2 مليون و500، في 2017 حاليا اللي جايه في خطه ثالثه. بنتحدث كله ده عن مشروعات بحثيه علشان تهتم بالتحديات المجتمعيه وتهتم بالحلول من خلال ايه؟ من خلال هذا التمويل ده بجامعه طنطا. على المستوى القومي ايضا احنا كجامعه طنطا مع جامعه بني سويف مع اسكندريه مع المنصوره مع الجامعه الالمانيه مع حلوان مع الجامعه اليابانيه طورنا ما يسمى بالخطه القوميه للجامعات المصريه، البحث العلمي الجامعي. برضه بتاخذ في حسبانها نفس الشيء، ولو تصور حضرتك ان كل التركيز على كيف التصدي لهذه التحديات المجتمعيه. وبعدين اما ضم الوزارتين، وزاره البحث العلمي والتعليم العالي، ايضا تم تطوير خطه بقى من الخطتين الاثنين اللي هي سميت الاستاذ الدكتور محمد يقول عليها الاستراتيجيه القوميه للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. لو حضرتك شفت بقى في الاستراتيجيه للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بنتكلم عن البنيه الاساسيه للبحث العلمي والبيئه المحفزه للبحث العلمي كهدف اساسي، ثم الهدف الثاني بقى هو عبارة مرتبط بنقل التكنولوجيا وكيف يمكن ان احنا نستخدم هذا في التصدي للتحديات المجتمعية. وتجد ان احنا بنتحدث في الاستراتيجية القومية عن مشكلات المية والتصدي لها، الزراعة والصحراء والطب الكذا والكانسر وهكذا، مختلف والتنمية البشرية والتنمية الإدارية، كل دي عبارة عن جوانب مأخوذة في الخطة القومية اللي الأستاذ الدكتور عصام خميس الدكتور محمد دلوقتي أشار ليها تحدث عنها، واللي احنا الحق جامعة طنطا ايضا كان لها في هذا الدور تطوير هذه الخطة لان احنا كنا اعضاء في اللجنة اللي تم تطوير الخطة دي. نرجع تاني للمشكلة، القضية عندي علشان ان انا استفيد بالبحث العلمي لابد ان يكون في منظومة متكاملة مرتبطة بتربط البحث العلمي بالتحديات المجتمعية بالواقع المجتمعي بالمشكلات بمشكلات الصناعة ومشكلات الزراعة، ويتم الدراسات كلها في مثل هذه في الاطار ده. ووجه كمان العلماء ان هم يعني تكون ابحاثهم او ابتكاراتهم ناحيه نعم. هذا الهدف وناحيه مشكلات وتحديات اللي بيواجهها المجتمع لحلها. صحيح، يعني هو ده علشان كده اصلا واحنا بنطور الخطط دي، الخطط القوميه للبحث العلمي، احنا بنلجا للهيئات والمؤسسات والوزارات والاخر عشان نسال عن المشكلات بتاعتهم كويس فيها في هذه الحال. واعتقد ده تم تناوله في حاجات كتير، حتى في محاضره مثلا الدكتور محمد غنيم تم تناوله لما اتكلم عن البحث العلمي وهكذا. واحنا من بين التوصيات المهمه في الخطط القوميه ان احنا ننشئ مثلا ما يسمى بالمراكز تسويق البحوث،
كويس، وهكذا رعاية البحوث وتسويقها، أو مؤسسات مثلا داخل الإيه، داخل المؤسسات الإيه الجامعية، بحيث إن هي تكون مهتمة بعمل ما يسمى بالفوكال بوينتس اللي هي نقاط الاتصال اللي تتم بين المؤسسات المختلفة وبين الجامعة، يكون نقطة اتصال موجودة في كل وزارة وهيئة، هذه النقطة تكون مسؤولة على نقل للمؤسسات البحثية المشكلات وأخذ الحلول وهكذا، ويتم تجريب الحلول دي، ومن ثم نقطة الاتصال هتبقى بين مؤسسات البحث العلمي وبين المؤسسات المختلفة اللي هي الخدمية والصناعية والزراعية، ومن ثم يحدث هذا ان البحث العلمي يوجه لخدمة هذه المؤسسات ولخدمة هذا العمل. بس دكتور يوسف، نتوقف عن مراكز تسويق البحث العلمي وتوافقها مع التحديات والمشكلات المجتمعية، ونتابع موجز أهم الأنباء وريهام رقائي. موجز إخباري جديد، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما شدد الرئيس على ضرورة تنفيذ الأفكار الجديدة بفعالية وبما يخدم مصلحة الدولة المصرية. فرصة تانية إن احنا نشوف ده، وإن منكم أنتم مش بس من الحكومة هي بتتكلم معاكم فيه. أنا مش عايز أكون قطعت عليكم التدريب الراقي والمستوى العظيم اللي انتم بتتلقوه، وان شاء الله تستمروا فيه، والنتائج اللي بتيجي نتائج بتفرحني وتسعدني، ان احنا فكرة اعداد الشباب وتأهيل كانت فكرة بتنفيذها الجيد الناجح هتبقى النتائج بتاعه الفكره اثمرت ايه، لان مش مشكله ابدا انك انت بقى عندك افكار تعملها، لكن هي المشكله انك انت تنفذها بالفعاليه اللي انت بتتمناها عشان تنجح الفكره بتاعتك. يعني يفتتح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار متحف ركن حلوان بعد إغلاقه لأكثر من 5 سنوات في أعقاب حالة الانفلات الأمنية التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير من عام 2011. كان وزير الآثار قد تفقد المتحف منذ ما يقرب من شهر، ووجه تعليماته بضرورة افتتاحه بعد التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، خاصة وأنه لا يوجد ما يحول دون افتتاح المتحف. أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج عن بدء أولى ضربات أمريكية على مواقع محددة لتنظيم داعش بمدينة سرت، بناء على طلب مباشر من الحكومة الليبية، مؤكدا أنها حدثت خسائر فادحة في صفوف العدو وآلياته. من جهته صرح المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أن الضربات الجوية الأمريكية ليس لها موعد محدد لإنهاء مهمتها في الوقت الحالي. كان تنظيم داعش الإرهابي قد سيطر على المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط بالكامل في العام الماضي، وحولها إلى أهم قاعدة له خارج سوريا والعراق، لكنه محاصر حاليا في مساحة لا تتجاوز بضعة كيلومترات بوسط المدينة، حيث لا يزال يسيطر على عدة مواقع استراتيجية منها الجامعة والمستشفى الرئيسية وقاعة واجادوغو للمؤتمرات. طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين روسيا بعدم تنفيذ عمليات هجومية في سوريا، وأن تمنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من القيام بذلك. وقال كيري أنه يأمل في عملية انتقال سياسي تساعد في إنهاء الحرب السورية المستمرة منذ 5 سنوات، مضيفا أن تلك الفترة مهمة في تحديد ما إذا كانت روسيا ونظام الأسد سيرتقيان إلى مستوى جهود إنهاء العنف واستئناف محادثات السلام. أحبطت قوات الجيش اليمني في المكلا عاصمة محافظة حضرموت محاولة هجوم إرهابي لعناصر من تنظيم القاعدة على الميناء بزوارق حربية، ونجحت قوات الأمن في اعتقال 4 مسلحين عقب اشتباكات مع الإرهابيين قبل محاولتهم تفجير قارب بالميناء، بينما فر آخرون. على الجانب الآخر، قصفت طائرات التحالف تجمعات لعناصر التنظيم في محافظة أبين، تحديدا في سلسلة جبلية بقرية مكرارة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى.
بدأت في تونس المشاورات بين الرئيس الباجي قائد السبسي وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد سحب البرلمان الأسبوع الماضي الثقة من حكومة الحبيب الصيد. يشارك في هذه المشاورات ممثلون عن 9 أحزاب وثلاث منظمات وقعت في 13 يوليو الماضي وثيقة لضبط أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس التونسي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الحقيقية التي تشهدها حاليا. ختام موجز الأخبار لهذه الساعة وعودة لمواصلة الحوار في هذا الصباح بصحبة الزميلة شروة حمدي. إلى اللقاء. نرجع تاني معكم مشاهدينا، برحب بضيوفي مرة ثانية، الأستاذ دكتور يوسف الحسيني الإمام، أستاذ تربويات الرياضيات بجامعة طنطا، وكان مقرر مؤتمر دعم البحث العلمي في جامعة طنطا، وأيضا معايا الأستاذ دكتور محمد لبيب سالم أستاذ المناعة بجامعة طنطا ومقرر المؤتمر أيضا. وأبدأ بدكتور محمد لبيب، حضرتك كنت حابب أن أنت تتكلم عن مراكز التسويق البحثية واستراتيجية علوم الابتكار. تمام، هو حضرتك ده فعلا نقطة مهمة جدا، لأن اللي بيهم الباحث والدولة في النهاية اللي هي التسويق، المنتج وتسويقه. وإحنا كان المؤتمر حريص جدا على هذه الفكرة، ودعينا في اليوم الثالث في الجلسة اللي هي الخاصة بعرض قصص النجاح، دي كانت جلسة ممتعة جدا ومفيدة جدا جدا، مدير مركز التسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأستاذ دكتور وائل خير، وأستاذ بجامعة أسيوط، وعنده قصة نجاح كبيرة جدا، وبناء عليه أدار مركز تسويق التكنولوجيا بالأكاديمية، وعرض إزاي أن ممكن يتم إنشاء شركة من خلال البحث العلمي ومنتجات البحث العلمي بقواعدها، والأكاديمية إيه اللي ممكن تقدمه بالتعاون طبعا مع الجامعة. ويمكن أستاذنا الدكتور يوسف أشار للخطة القومية، الخطة القومية فيها جزء منوط به اللي هو إدخال تعديل قانون أو إدخال جزء من القانون في الخطة القومية يسمح للجامعات بإنشاء شركات وتسويق المنتجات، وده يبقى له نقلة نوعية كبيرة جدا جدا إن شاء الله. فأنا أتصور حاليا هل ده ممكن نلاقي التمويل كمان على غرار التسويق؟ طبعا طبعا، هو مشكلة التمويل دايما بنعاني منها، لا من هقول لساعتك، ونفقات البحث العلمي بتبقى مكلفة. تمام، بالنسبة للباحثين اللي قدموا أبحاثهم أو المبتكرين الشباب، مين اللي مول لهم هذه الاختراعات؟ في برامج مختلفة، ولا هم اللي يعني قاموا بتكلفة النفقات دي على حسابهم؟ في طبعا منهم ناس عشان نكون صراحة بدأوا بالتمويل على حسابهم، لكن في جامعة طنطا والجامعات كلها، بس جامعة طنطا مهتمية جدا جدا، عشان كده احنا عملنا معرض الابتكارات الأول بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ومن خلال حتى جامعة الأكاديمية بتعرض برنامج اسمه القاهرة تبتكر على التلفزيون المصري القناة الأولى، بيجي كل ساعة كل أسبوع بيعرض فيه كل الابتكارات وكيفية تسويقها، بغض النظر عن السن بغض النظر عن الدرجة العلمية أو أي حاجة. بالإضافة لكده في كل جامعة، وإحنا عندنا في جامعة طنطا موجود مركز اسمه أو مكتب اسمه مكتب تسويق نقل التكنولوجي، وإحنا فعلا سجلنا 37 ابتكار وجاري حاليا تسويقهم واللي هم عرضوا يعني نعم. مع وجبنا يعني ده كان قبل المؤتمر، رجال الأعمال والشركات المنوط بيها المنتجات دي تواصلنا معهم، وفعلا جم شافوا بعض المنتجات وتبنوا بعضها. يعني الوقت طبعا مش هيسمح ان احنا نعرض المنتج منتج، لكن بالفعل وده عمل دفعة كبيرة جدا عند الباحثين، ومنهم دكاترة ومنهم يعني على سبيل المثال كان في طالب في كلية الهندسة عامل ابتكار رائع جدا عن اللي هو الكرسي المتحرك اللي هو عندهم
ذوي الإعاقة؟ بالظبط كده، واللي هم ما يقدروش حتى يستخدموا الكرسي نفسه. وممكن يستفيد بيه كمان كبار السن. طبعا طبعا بالظبط كده حضرتك، ان هو ازاي يحركه ويبقى في نفس الوقت مسلي جدا ليهم عن طريق حركات العين. فده كان يعني شيء رائع جدا، وهكذا في يعني في ابتكارات كتير جدا. يعني بيشتغل من خلال بصمه العين؟ بالظبط، نظره العين، نظره العين بامواج معينه يعني. فاتصور ان دلوقتي في كل في جامعه في حضرتك نقله نوعيه، اتصور في خلال 3 سنين من دلوقتي هتبان. يعني كان في حراك كبير جدا في الفتره اللي فاتت في الجامعات كلها، وعندنا احنا يمكن دكتور يوسف اشار الى ان جامعه طنطا كان لها دور كبير في الخطه القوميه للبحث العلمي. فانا اتصور ان احنا وده نقله نوعيه للجامعات الاقليميه. الجامعات الاقليميه مش موجوده على الخريطه حاليا، لا ده لها فاعله في وده شيء يحسب للوزاره والحكومه والجامعات الاقليميه. ففي كل جامعه دلوقتي وكل مركز بحوث موجود مركز لتسويق التكنولوجيا، واخد مشروع من اكاديميه البحث العلمي وما يقابله تماما من الجامعات، وجامعه طنطا فعلا عملت كده. فتصور ده هيحل مشكله كبيره جدا في التسويق سواء على المستوى المحلي، لكن في حرص شويه على المستوى الدولي. احنا بنحاول نعمل يعني نفشي او نعمم ثقافه الابتكار، وازاي المبتكر يسجل الابتكار بتاعه داخل مصر كمان، داخل مصر. لان احنا بنشوف نماذج كثيره خرجت ونجحت واستغربنا قوي بمواجهته، وقال لك انا يعني قبلت هنا بالاهمال وما فيش تمويل وما فيش امكانيات وضعف تمام. الامكانيات تمام. فلجأت الى دول اخرى تبنت. هو لو تسمح لي حضرتك، هو في قصور برضه من يعني من المبتكرين ان هم ما بيسالوش في الجهات، هو بيقول كده او بيستسهلوا مثلا يعني، لان هم دايما عندهم. بس اعتقد في ثقه كبيره دلوقتي، احنا عملنا كام ورشه عمل من خلال المكاتب بقى طبعا حضرتك ذكرتها، فممكن انهم يلجؤوا لها. تمام، دي الرؤيه. احنا عملنا يعني في المؤتمر عملنا كتيب صغير جامعه المؤتمر عمله عن سين وجيم ما يشبه، يعني سين وجيم اللي حتى سميناه اساسيات حمايه الملكيه الفكريه والابتكار، وراقة لانه مكتوب بصوره مبسطه جدا وهيتم تعميمه على جميع الجامعات من الالف الى الياء ببساطه جدا جدا عن طريق سين وجيم. تعمل ايه لو عندك فكره او عندك منتج وعايز تسجله وتسوقه؟ فاحنا يعني قدمنا موديل او نموذج من المؤتمر، قدم ده في المعرض، واتصور رقى يعني اقبال رائع جدا، هيبقى زي مستند او زي بامفلت كده. دليل، هو بالظبط كده دليل زي ما حضرتك قلت. فانا اكاد اجزم ان حاليا المشكله مش في الميزانيه، لان الميزانيه الجامعات بتعطي ميزانيه، وبالعكس ده احنا بقى عندنا يمكن دكتور يوسف اشار ان فيه بقى الفيجن او الرؤيه بتاع جامعه طنطا اكبر من المشروعات الصغيره. لا ده احنا بدانا نفكر الجامعه، ودي كانت فكره الاستاذ الدكتور ابراهيم سالم، وكانت فكره رائعه جدا ان هي دمج المشروعات الصغيره مع بعض وتحويلها الى ما يسمى ميجا بروجكت او بروجكت اكبر تخدم قضيه معينه، بدل ما تبقى مفتتة على هيئة. لأن احنا أنهينا المرحلة دي، مرحلة اللي هي المشروعات لإثبات الذات ويعني الحس الباحثين على بحث العلم، لا الموضوع ده انتهى، وبدأ الجامعة يبقى عندها رؤية أكبر وهتبان قوي في خلال العام أو العامين القادمين، اللي هو الميجا بروجيكت. يعني على سبيل المثال مراكز تميز، احنا جامعة طنطا في مراكز تميز في خلال ال3 سنين اللي فاتوا، زي مركز تميز ابحاث سرطان، مركز تميز للتربه، مركز تميز للبصمه الجينيه. هو ده كان فعلا شعاركم من خلال المؤتمر، التميز والابتكار والتنميه المتداومه. فعلا حضرتك، وده يعني ساري وبقوه. فالتميز هيبقى على مستوى المنشات البحثيه، زي مراكز تميز، زي النباتات الطبيه، زي دراج ديسكفري، النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي، فده هيظهر بقوه، فما عادش هيبقى فيه مشكلة أتصور للباحثين. يعني في دعم، احنا عايزين الباحثين هم اللي يقدموا. وده كان شعارنا في المؤتمر، ان احنا ندعو الطلاب الصغار ان هم يقبلوا علينا عشان نقدر ندعمهم فنيا وماديا، فما فيش مشكلة، وهم اقتنعوا بكده بالفعل. فهيبقى في تطور كبير ان شاء الله في المرحله القادمه باذن الله. طب دكتور يوسف، حضرتك قلت لي ال 14 شخصيه
حضروا في هذا المؤتمر، وهم طبعا كلهم شخصيات مرموقة من مصر واليابان وكوريا وتونس وسويسرا. عايزين نتعرف على أهم الموضوعات اللي كانت مقدمة، خاصة في موضوع منهم عن الأنهار داخل الصحراء الغربية، وإحنا في الفترة المقبلة بنعاني من مشكلة نقص المياه. يعني الحقيقة موضوع الأنهار في الصحراء الغربية كان موضوع الدكتورة إيمان، وهي خريجة قسم الجغرافيا في كلية الأداب جامعة طنطا، وكانت في السكسس ستوريز. أنا هسيب الدكتور محمد يتكلم عنه، لكن أنا يهمني في الـ 14، يعني هي ما كانتش محسوبة من الـ 14، هي كانت منضفة يبقى بعد 15، لأنها كانت في السكسس ستوريز في قصص النجاح. يعني هي أضيفت لقصص النجاح للدكتور محمد رأس لجنتها كويس، الدكتور وائل خير ودكتورة إيمان ودكتورة نهى من اسكندرية، كقصص نجاح خاصة بنقل التكنولوجيا وإضافة على القصة النجاح بتاع خريجة الجغرافيا وكيف أصبحت في ناسا، يعني دكتورة إيمان. إحنا لكن عندنا من بين الـ 14 عندنا شخصيات مهمة جدا. شخصيات مهمة جدا حضرت، وكان لها عربي وأجنبي، وكان كمان لها إمباكت أكثر ما بعد البحث العلمي. يعني مثلا أدي لحضرتك مثال، الدكتور الياباني ده أستاذ ماشي جه وأعطى محاضرات في كليات في المؤتمر وفي كلية العلوم وفي كلية الزراعة وحضر جلسات وهكذا. لكن أكثر من هذا الجانب العلمي الأكاديمي كيف أفاد المؤتمر شيء، لكن حاجة أفاد الدولة مش عايز أقول بملايين وأكثر من ملايين. الأستاذ الياباني ده كان مرافق له زميل لنا كان طالب معاه اسمه الدكتور أشرف كويس، خد بال حضرتك، أخذوا بلدهم في القرية في جنب زفتة أو الصنطة على ما أعتقد في الصنطة ماشي، والراجل مشي في القرية، معلش خد بال حضرتك علشان الصورة اللي بتنقل من اليابان. نعم. وصور نفسه مع الناس ومع الفلاحين بدون لا حراسة ولا أمن ولا شيء ولا حاجة، ومع الأطفال ولا مؤاخذة في الزراعة وغيره، وبعت الصور ماشي ونشرها على صفحته. راح الأهرامات ماشي ولا حراسة ولا حد حرسه ولا غيره، وإنما هو يعني حر تماما طليق وغيره وهكذا، وبعت الصور وكتب على الصفحة بتاعته في الفيسبوك ما يلي: أول ما دعي للمؤتمر وشعر وقال العنوان حس بتعجب، العنوان ده إيه ده؟ العنوان ده يعني مش محدد، إيه دعم البحث العلمي وبتاع ده. أول ما جه وشاف المؤتمر وشاف التنوع في أنشطته أدرك اسم المؤتمر جه منين، واختتم حديثه إن هو يأمل والله كده يتمنى أن تكون مؤتمرات في اليابان، أن تعقد في المؤتمرات في اليابان بهذا المستوى بهذا الشكل. ونشر هذا على صفحات اللي تعرف حضرتك. خدي بال حضرتك السياحة بقى سياحة المؤتمرات، شوف السياحة بقى لحضرتك السياحة العلمية بقى، يعني كم من اليابانيين هيقرأوا ماشي فيه، وكم من اليابانيين هيشوف الأستاذ يعني وهو نضيف كمان للأنشطة وهو قرية. طبعا بالظبط، ده هيبقى في الأخبار المرة نصرف عليها السياحة العلمية، ننفق عليها كام دي لو حبينا إن احنا نعملها في صورة دعايات أحيانا ما بتبقاش مفيدة، يعني فيها دعاية للسياحة. الراجل بينتقل من قرية وهو في وسط الفلاحين، ومعلش اتصور وهو بياكل الذرة مع العيال الصغيرة وهو لا مؤاخذة راكب الحمار ماشي، وبعدين انتقل للأهرامات بدون لحراسة ولا بدون حد وراه ولا بدون حاجة، هو ماشي وهكذا. نفس الشيء حدث مع الكوري ومع التونسي، قد ايه لما تنقل هذه الصورة في الخارج ماشي، قد ايه الناس اللي عايزة تيجي مصر تشعر بالارتياح وبالامن والامان فيها، ده جانب بجانب الجانب العلمي والاكاديمي. نفس الشيء بالنسبة لأساتذتنا اللي من مصر، كيف ان هم اتاحوا فرصة لنقاشات دكتور محمد غنيم، اتكلم عن مشكلات التعليم الجامعي واقترح قضايا مهمة جدا لابد ان احنا نفكر فيه، خاصة التعليم الجامعي كويس فيه، وتحدث عن التعليم الجامعي مش لتخريج فنيين يا جماعه، مش التعليم الجامعي في العالم كله علشان تخريج الباحثين وتخريج ماشي وهكذا. اقترح نعم يعني فيها حاجات كتيره جدا ماشي، قدم فيها كان فيها سجالات ونقاشات كانت حواليها جدا، وتحدث عن البحث العلمي كمان خريجين يحتاجهم فعلا سوق العمل. في اقترح انت عارف المعاهد الفنيه وغيره وهكذا. الدكتور احمد زايد اتكلم
بيتكلم عن البينية في البحوث وكيف أن العلوم الاجتماعية ما يجيبش تنفصل عن العلوم الطبيعية، وإزاي الانتر ديسبلينارتي والمالتي ديسبلينارتي والترانس ديسبلينارتي إزاي تكون مميزة، لابد أن تكون أن هي مميزة للبحث العلمي عشان يبقى فيه استفادة ولا يتم هذا الفصل المصطنع بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. إزاي العلوم الاجتماعية تستفيد من تقنيات وطرق وأساليب البحث العلمي الخاصة بالعلوم الطبيعية. أستاذ أحمد خالد أضع حاجة أتكلم عليها في دقيقتين، في حاجات مهمة كانت مهمة جدا اللي هي خاصة بالعلم الزائف، وأعطانا أمثلة لكيف إحنا بنصدق حاجات وما نتحققش منها، وده الحقيقة مهمة جدا للثقافة العلمية عند الناس، وثقافة البحث وثقافة الحقيقة مهمة جدا، كانت مهمة جدا اللي هي توعي الناس بالثقافة، ومهمة جدا إن إحنا كمان كأفراد وفي المدارس إن إحنا إزاي نكون هذه الثقافة عند الناس. إحنا بنتمنى فعلا الارتقاء وتحسين جودة البحث العلمي على ايديكم ان شاء الله. وفي النهايه انا بشكركم، بشكر استاذ دكتور يوسف الحسيني الامام استاذ تربويات الرياضيات بجامعه طنطا، وكان مقرر مؤتمر دعم البحث العلمي في جامعه طنطا، وايضا الاستاذ دكتور محمد لبيب سالم استاذ المناعه بجامعه طنطا ومقرر المؤتمر لدعم البحث العلمي. شكرا لحضراتكم جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا